اليوم دعوة لأهالي مدينة الموصل الذين دعوناهم وطالما ندعوهم بالمشاركة أو ذبح أضحية كاملة في بيوتاتهم تبركا بهذه الشعيرة العظيمة التي سنها لنا ربنا سلنا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها شريعة نتعبد الله تعالى بها في كل عام، كما أن فيها إدخالا للسرور على قلب الفقراء. اليوم من أعظم القربات عند الله عز وجل إدخال السرور على قلب المسلم. نتخيل الآن أننا أدخلنا السرور على قلب فقير أو قلب أرملة، نتخيل أن الأرملة رفعت يديها إلى الله تبارك وتعالى ودعت لمن يعني أدخل السرور على قلبها وقلب أبنائها وأطعمهم لحما ربما لا يأكلونه في العام إلا مرة واحدة عبر هذه الأضاحي التي تقدمونها أو يقدمها أهلنا في مدينة الموصل. وهذه دعوة عبر قناتكم الكريمة قناة الموصلية إلى أننا نقوم في جمعية باب السرائر الخيرية كباقي مدينة الموصل مساجد مدينة الموصل. هنالك يعني مشروع أضاحي جماعي تقوم به الجمعية في كل عام والسهم ب400,000 دينار ونحن نستقبل المشاركات إلى ليلة العيد. وهذه الأضاحي لا توزع يعني توزيعا عشوائيا وإنما توزع على العوائل المدرجة ضمن الجمعية أو بمساعدة جمعيات أخرى من أجل أن تصل إلى المستحقين من أبناء مدينة الموصل. ونحث الناس الميسورين على مد يد العون للناس الفقراء الناس التعبانة أن يتحروا العوائل التي تستحق. نتكلم عن كسوة الفقراء والأيتام والمحتاجين بهذه الأيام الكريمة. يعني أنت تصور لما أنت تشوف طفل تودي له هدوم جديدة هو عينه على قد يكون طفل عينه على الأطفال اللي لابسين جديد وهو ما عنده هالإمكانية، ما يعني إيش قد كمية الفرحة اللي راح تخليها في والسرور اللي راح تدخلها في قلبه لما أنت تجيب له هذا الأمر. فالرسالة يا كرام الناس ويا ميسورين ويا ميسوري المدينة، الله الله في الفقراء، الله الله في الأيتام، الله الله في المحتاجين. هذه أيام العشر من ذي الحجة، والله العمل بأضعاف أضعافه. فالوقفة الموصلية المعهودة والمعروفة عنكم وأنتم أهلها.